يلا بينا جونيور 2 نعرف الجزء الثاني هيقول ايه. معانا الجزء الثاني من انا استطيع. كنا خدنا في الجزء الاول ان ادم اعتذر للمعلم عندما اختاره في فريق كرة القدم. طب تعالوا نشوف بقى، هل المعلم يعني ساب ادم؟ قال له خلاص، قال له مثلا طيب شكرا منك يا آدم، ولا عمل ايه المعلم؟ المعلم لما لقاه انه مش واثق من نفسه، من ادب المعلم واحترامه، قام قايل له كلام يشجعه. تعالوا نشوف كده ماذا قال المعلم. قال المعلم انت نشيط وماهر يا آدم. يبقى قال المعلم لآدم ايه؟ انت نشيط وايه وماهر، انت نشيط خفيف الحركة، انت نشيط خفيف الايه الحركة، وماهر يعني بارع، وماهر يعني ايه يعني بارع. يبقى لماذا اختار المعلم ادم؟ ها اختاروا ليه؟ لانه نشيط وايه وماهر. برافو عليكو. وكمان هنكملها، وتستطيع تحقيق الفوز. وادم كان يستطيع تحقيق الايه الفوز، وراح قايل له كمان ها كن واثقا. طيب تستطيع ان تقدر، تحقيق يعني ها احراز، تحقيق يعني احراز. طب الفوز، ها الفوز هو ايه؟ الفوز هو المكسب. كن واثقا يعني خليك متأكد، واثقا يعني متأكدا. طيب تعالوا بقى نقول ها، يبقى ماذا قال المعلم لآدم؟ قال ايه؟ ها انت نشيط وماهر يا ايه يا آدم، بروف، وتستطيع تحقيق الايه الفوز. وقال له ايه؟ كن واثقا. طيب هل كان آدم واثقا من نفسه؟ لا، ليس واثقا من نفسه. بروف عليكم. طيب يبقى ماذا قال، ماذا قال المعلم لآدم لكي يتشجع؟ قال له ايه؟ قال له انت نشيط وماهر يا آدم، وتستطيع تحقيق الايه الفوز. برافو. كن ايه؟ كن واثقا. طيب ماذا قال المعلم لادم ليتشجع؟ قال له ايه؟ ها كن واثقا، ها انت نشيط وماهر يا ادم، برافو، وتستطيع تحقيق الايه الفوز. جميل. طيب من قال العباره كن واثقا؟ المعلم. برافو. من قال العباره تستطيع تحقيق الفوز كن واثقا؟ مين ده اللي قال؟ المعلم. كيف شجع المعلم آدم؟ قال له ايه؟ انت نشيط وماهر يا آدم، كن واثقا. لمن قال المعلم انت نشيط وماهر؟ قال لآدم. برافو عليكم جونيور 2. طيب تعالوا نشوف بقى ايه اللي حصل. بصوا، لقى آدم ايه؟ لقى صديقه. مين صديقه؟ زين. صديقه مين؟ زين. زين ده يا ولاد بيعمل ايه؟ بيحرز هدفا في السلة. يحرز هدفا فين؟ في السلة. طيب يعني هو لقى زين يحرز يعني يحقق، يحرز يعني يحقق، ونظر يعني رأى وبصر، فرأى شاهد صديقه صاحبه مين؟ زين يحرز يسجل او يحقق هدفا في السلة. طيب يعني شايفين زين، هو زين عنده مشكلة في قدمه، ما بيقدرش يتحرك بشكل زي الطبيعي يعني، فهو قاعد على ايه؟ على الكرسي المتحرك. طيب في لخبطة، هما فريق كرة قدم ولا فريق سلة؟ هو في فريقين، فريق بيلعب كرة القدم وفريق بيلعب كرة السلة. في ناس عندها مهارة القدم وفي ناس عندها مهارة كرة السلة. طيب يبقى هنا اولاد لما شاف آدم زميله أو صديقه زين الذي رآه آدم يحرز هدفا، ها زين، برافو. طيب زين كان بيحرز هدفا فين؟ ها أين يحرز زين الهدف؟ في المرمى ولا في السلة؟ برافو عليكم، في السلة. طيب ماذا كان يفعل زين؟ ها يحرز هدفا في السلة بالرغم من إعاقته. طيب متى تحمس آدم؟ طب تعالوا بقى نشوف، هل آدم هيتحمس أو هيتشجع لما يشوف هذا المشهد؟ تعالوا كده ها في القطعة رقم 7، تحمس آدم. يبقى عندما رأى آدم زين ايه اللي حصل؟ ها ماذا كان رد فعل آدم؟ رد فعل آدم ان هو يتحمس،
وقال لنفسه تحمس، يعني ايه؟ يعني رغب بشدة، قال الله انا عايز كمان، انا كمان ايه احقق الفوز واحقق الهدف. وقال لنفسه انا استطيع، انا اقدر، ساحاول، ساجرب. يبقى ماذا قال ادم لنفسه عندما رأى زين؟ قال ايه؟ انا استطيع، ساحاول. يبقى ماذا قال ادم لنفسه عندما رأى صديقه زين يحرز هدفا؟ قال ايه؟ انا استطيع، ساحاول. من قال العبارة انا استطيع ساحاول؟ التلميذ ادم. برافو. متى قال ادم انا استطيع؟ عندما رأى صديقه مين؟ زين، يحرز هدفا في السلة. لماذا تحمس ادم؟ لانه رأى صديقه زين يحرز هدفا في السلة، وذلك برغم من اعاقته، ولكن ذلك لم يمنعه من تحقيق الهدف. طيب يا اولاد، اتعلمنا ايه من القصة؟ اتعلمت انني استطيع ان اساعد الاخرين، ان اشارك في النجاح. عندما ساعد المعلم ادم ان اشارك في النجاح طبعا زي زين، ان اتفوق، انشر المحبة، طبعا الثقة بالنفس، التشجيع والكلمة الطيبة زي ما المعلم كده شجع ادم. طبعا مفيش مستحيل امام الثقة بالنفس والاصرار، تقبل الاشخاص حتى لو من يعني ان كان حتى ذوي اعاقة تقبله وابقى صديقه، تحقيق الهدف والسعي لتحقيقه. طيب نشوف الظواهر اللغوية، يلا بينا. قال، قلناها قبل كده المعلم، قلناها قبل كده طبعا، النقطتين علامة ترقيم. برافو. بتقال بعد قال، قال المعلم أنت، أنت ده ضمير مخاطب، ضمير مخاطب للمفرد المذكر أنت. طب لو بخاطب مفرد مؤنث أقول إيه؟ أنتي. شاطرين، برافو عليكم. أنت نشيط، ها نشيط اسم ولا فعل؟ أي حاجة مش بعملها. برافو. كمان أنا ممكن أجرب الألف واللام عليها، النشيط، نفعت ونفعتش؟ نفعت. تبقى إيه يا أولاد؟ تبقى اسم، مدام قبلت علامات الأسماء. كمان هي فيها علامة واضحة من علامات الأسماء اللي هي التنوين بالضم، أنت نشيط، أنت نشيط، فيها تنوين بالضم، التنوين من علامات الأسماء. علامات الاسم ثلاثة، ألف ولام، التنوين تاء مربوطة، التنوين موجود. طيب نشيط معناها خفيف الحركة، نشيط معناها خفيف الإيه؟ الحركة. عكسها كسول. برافو. طيب فيها مد ولا لا؟ هي فيها مد، نشيط. برافو. فيها مد بالياء، جميل. من الممدود؟ ها حرف الشين اللي تحت كسرة، جميل. طب نشيط مفرد ولا جمع؟ يا مفرد. طب جمعها ايه؟ نشيطون او نشطاء. طب واو، واو حرف عطف، ماهر، ها ماهر اسم ولا فعل؟ يا اسم، حاجة مش بعملها. وكمان هي لو حطيت الف واللام الماهر تنفع. وغير كده فيها علامة واضحة من علامة الاسم، هي مين؟ التنوين بالضم. شاطرين، لان التنوين من علامات الاسماء. طيب ماهر، ها فيها مد؟ برافو. فيها مد، مد بالايه؟ مد بالالف. طيب مين الممدود؟ برافو، حرف الميم، حرف الميم هو الممدود اللي عليه فتحة. طيب ماهر، ها مفرد ولا جمع؟ يا مفرد. طب جمعها ماهرون، جمعها ماهرون. يا او يا حرف نداء، يا حرف ايه؟ حرف نداء. بقول يا ادم، ها يا ادم باسلوب نداء، جميل. طيب يا فيها مد؟ فيها مد، اي الالف معلش اي حركة، والياء اللي قبلها فوقيها ايه؟ فتح. ادم فيها مد، الالف الطايرة، الهمزة الطايرة دي معناها ان في الف عليها همزة والف مد، جميل. طيب يبقى يا ادم اسلوب ايه؟ نداء. الفصلة علامة ايه؟ علامة ترقيم، والواو حرف عطف. تستطيع قلناها قبل كده، طب نفتكرها، تستطيع معناها ايه؟ تقدر، جميل. طب وعكسها؟ عكسها ايوه، عكسها تعجز. شاطرين، وقلنا فيها ايه؟ فيها مد، مد بالياء، جميل. وقلنا الطاء هي الممدود اللي تحتي ايه؟ تحتي كسرة. بنا عندي قال المعلم أنت نشيط وماهر يا آدم، قلنا الفصل علامة ترقيم والواو حرف عطف، وتستطيع فعل مضارع. تحقيق اسم ولا فعل؟ ها تحقيق، هي حاجة مش بعملها، وكمان أنا ممكن أحط عليها الألف واللام كده في دماغي، التحقيق، نفعت ونفعتش؟ نفعت. برافو.
يبقى ديت اسم. وكده الافعال احنا عارفينهم، يا مضارع بيحصل دلوقتي، يا ماض حصل وانتهى، يا ايه يا امر بطلب من حد حاجه. ماشي. تحقيق الايه؟ الفوز. الفوز هي الفوز دي لام شمسية ولا قمرية؟ انا بنطق اللام، هي الفوز تبقى قمرية. تأكد من الحرف اللي بعد اللام على طول، ابغ حقك وخف عقيمة. الفاء موجودة في الجملة تبقى دي قمرية، تأكد. طيب الفوز فيها مد؟ ها فيها مد؟ لا ما فيهاش. ليه الفوز ما فيهاش مد؟ ليه؟ عشان الواو عليها حركة، احنا قلنا الواو ما ينفعش يكون عليها حركة، ولازم الحرف اللي قبل الواو يكون عليه ضمة، وده الحرف اللي قبل الواو عليه ايه؟ عليه فتحة، صح؟ فما ينفعش يكون دوت ايه؟ يكون دوت مد. طيب الفوز معناها ايه؟ يعني النصر او المكسب، النصر او الايه او المكسب. طب وعكسها ايه؟ الخسارة. عكسها ايه؟ الخسارة. طيب فصلة منقوطة علامة ترقيم بيجي بعدها السبب، اعملوا ايه بقى؟ كن. كن ايه؟ كن واثقا. كن ده فيها ايه؟ ها فيها سكون. جميل. طيب سكون على مين؟ على حرف النون. جميل. طب وكن ده فعل ايه؟ برافو عليك. وفعل ولا اسم الاول؟ هي حاجة بعملها، هكون كذا حاجة بعملها. طيب يبقى الفعل بقى حدد بقى، مضارع ولا ماض ولا امر؟ اه بطلب من حد حاجة بقول له كن، تبقى فعل امر. كن ايه؟ كن واثقا. ها واثقا اسم ولا فعل؟ هي حاجة بعملها. برافو. لا هي حاجة مش بعملها، وكمان ها فيها مد. برافو. مد بالالف. وفيها ايه من علامات الاسماء؟ ها التنوين. جميل. ولو انا جربت احطها كده في دماغي هحط لها الف ولام. الواثق نفعت ما نفعتش؟ جميل. نفعت تبقى ايه؟ اسم. بقى فيها علامة من علامات الاسم اللي هو ايه؟ التنوين. طب نوع التنوين ده بالايه؟ بالفتح. برافو عليكم. ليه؟ عشان فتحت القاف وفي فتحتين على القاف، وفي العكاز اللي هو بيحبوا ايه؟ بيحبوا التنوين بالفتح. جميل. وواثقا معناها متأكدا. ايوة فيها التنوين. جميل. التنوين ده نوع تنوين بالايه؟ تنوين بالفتح. شاطرين برافو عليكم. طيب احنا قلنا بتنوين بالفتح ليه؟ عشان ها القاف عليها فتحتين. جميل. وانا بفتح القاف وبنطق نون ما اكتبهاش. طب وفيها كمان العكاز اللي بيحبوا التنوين بالفتح. برافو عليكم. طيب واثقا ها واثقا فيها مد ولا لا؟ مد بالايه؟ مد بالالف. جميل. ومين الممدود؟ الواو. برافو. اللي عليها الفتحه. جميل. طب واثقا مفرد ولا جمع؟ مفرد. وجمعها ايه؟ واثقون. شاطرين. طب انا لو عايزه اعملها تنوين بالكسر اقولها ايه؟ واثق. ولو عايزه اعملها بالضم واثق. برافو. طب والنقطه علامه ترقيم. شاطرين جنرتو. نظر ادم نظره. هي نظره دي اسم ولا فعل؟ حاجه بعملها. برافو. طيب حد يقول لي بقى نوع الفعل ايه؟ هي نوع فعل ايه؟ مضارع ولا ماض؟ هي ماض حصل وانتهى. برافو. طيب نظر يعني ها راى وبصر. جميل. نظر مين اللي نظر؟ ادم. قلنا اسم ولد فراى، ف حرف ايه؟ حرف عطف. نظر فراى، ف حرف عطف. راى. راى يعني ايه؟ راى راى يعني شاهده. طب راى اسم ولا فعل؟ حاجه بعملها تبقى فعل. طب في نوع الفعل ايه؟ مضارع ولا ماض؟ اه راى حصل وانتهى ماض. فراى راى يعني شاهده. طب وعكسها ايه؟ عكسها عمى. جميل. برافو. طب لو عايزاها مضارع هتبقى ايه؟ يرى. شاطرين. راى صديقه. صديقه ها صديقه يعني صاحبه. طيب صديقه ها اخرها الايه؟ الضمير. صديقه هو. طب هي اسم ولا فعل؟ اه هي مش حاجة بعملها. طيب ولو شلت الهاء دي هقول الصديق، نفعت متنفعش؟ نفعت تبقى اسم، ده قبلت الالف واللام. طيب صديقه ها صديقه مفرد ولا جمع؟ مفرد. برافو. طب والجمع ايه؟ اصدقائهم. جميل. اصدقائهم. برافو عليكو. طيب صديقه فيها مد ولا لا؟ ايوه فيها مد. مد بالايه؟ مد بالياء. جميل. عرفت من الياء ما عليهاش اي حاجه. برافو عليكم.
طيب وايه تاني؟ والدال تحتيها كسرة، يبقى ده مد بالياء. رأى صديقه مين؟ زين. زين يعني جميل الوجه يا ولاد، يعني جميل الوجه، والمفروض ان يليق عليها سكون. رأى صديقه زين ايه؟ يحرز. يلا يحرز. يحرز فيها سكون ولا لا؟ او فيها سكون عند مين؟ عند الحاء. طب يحرز اسم ولا فعل؟ هي حاجة بعملها، يحقق يسجل، حاجة بعملها تبقى فعل. طب بيحصل دلوقتي ولا حصل وانتهى؟ يعني مضارع ولا ماض؟ ايوه مضارع، بيحصل دلوقتي. ورو حرف من حروف انيت اللي هي الياء، ولو جربت السين سيحرز نفعت. ايه يبقى مضارع؟ برافو عليكم. يحرز ايه؟ ها يحقق او يسجل. طيب يحرز ايه؟ هدفا. هدفا ده اسم ولا فعل؟ جميل. قلنا ايه؟ قلنا اسم. ليه اسم يا ولاد؟ عشان حاجة مش بعملها، وبعدين فيها علامة من علامة الأسماء اللي هي مين؟ علامة من علامة الأسماء اللي هي مين؟ هي اللي هي التنوين بالفتح. برافو برافو برافو. يحرز ايه؟ هدفا. برافو. طيب هدفا دي مفرد ولا جمع؟ مفرد. طب جمعها ايه؟ هي أهداف. جميل برافو. يحرز ها هدفا فين؟ في حرف الجر. احنا قلنا حروف الجر ايه؟ من والى، عن وعلى، في وسطهم، حابتهم كلهم، جر وراها الكاف واللام والباء. شاطرين. طيب السلة. السلة ها اسم ولا فعل؟ حاجة مش بعملها. برافو. اسم جماد. جميل. حاجة ما بتتحركش ولا بتتكلم، السلة. طيب وهي السلة في علامة من الاسماء اللي هي ايه؟ الالف واللام. جميل. طيب هي لام شمسية ولا قمرية؟ السلة. السلة ما نحطش اللام، تبقى شمسية. طيب وكمان ايه؟ ها بص على الحرف اللي بعد اللام، السين. هل السين موجود في ابغ حاجة خفع قيمة؟ لا مش موجود، تبقى ديت ايه؟ شمسية. طيب الشدة. الشدة الشدة بتفكر حرف ايه؟ اتنين، الاول ساكن والثاني متحرك. السلة ها الاول عليه سكون، السين الاولاني عليها سكون، والسين التانية ايه عليها؟ الساء. الساء اهو يبقى عليها فتحة. السلة برضو اللام ها شدة 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 تفك الحرف، اتنين اول ساكن يبقى اللام الاولاني عليها سكون، والتانية فوقيها الفتحة. السلة. طيب يا ولاد السلة مفرد ولا جمع؟ هي ها مفرد، وجمعها ايه؟ السلات. جمعها ايه؟ السلات. يحرز هدفا في السلة. طيب تحمس آدم. تحمس اسم ولا فعل؟ ها برافو، هي حاجة بعملها. طب نوع الفعل ايه؟ نوع الفعل ماض، حصل وانتهى. تحمس. تحمس يعني ايه؟ رغبة بشدة. طب وعكسها ايه؟ عكسها تكاسل، تململ. طيب تحمس فيها ايه؟ برافو، فيها شدة. شدة على مين؟ على الميم، يبقى حرف مضاعف مين؟ الميم. طب نوع التضيف بايه؟ الفتح. شاطرين. ليه؟ عشان ايه؟ عليها فتحة، الشدة عليها فتحة. طيب اجي شد اجي احلل يلا. ها شدة 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 ها بتفك الحرف، اتنين اول ساكن والتاني متحرك، يبقى الميم الاولانية عليها سكون، والميم التانية فوقيها الفتحة. تحمس ادم فصلة علامة ترقيم، واو حرف عطف، قال قلناها قبل كده. طب اللام. اللام حرف اللام حرف جر. ليه يا ولاد؟ ها لو انا شلتها قلت نفسه نفعت ولا نفعتش؟ نفعت، تبقى زياده في الكلمه، وقلنا حروف الجر لازم تكون زياده في الكلمه اللي هما الكاف واللام والباء. وغير كده جه وراها اسم، هي نفسه دي اسم، شيل الهاء كده بتاعه الضمير، هاء الضمير، وجرب النفس نفعت ولا نفعتش؟ نفعت، تبقى اسم. طيب وقال لنفسه نفس مفرد ولا جمع؟ بقى بما انها اسم احنا قلنا خلاص هي مش حاجة بعملها وهي اسم، مفرد ولا جمع؟ هي مفرد. طب جمعها ايه؟ نفوسهم. برافو. او انفسهم. نفوسهم او ايه؟ او انفسهم. طب لنفسه ها الفاء ايه؟ الفاء عليها برافو برافو، الفاء عليها سكون. جميل. لنفسه الفاء عليها سكون. طيب بعد كده علامة الترقيم اللي هما نقطتين فوق بعض. قال لنفسي ايه؟ انا ده ضمير ايه؟ متكلم. شاطرين. اصلا قلنا قبل كده فصل علامة الترقيم. طيب
سأحاول. ها سأحاول ده فعل دوت ولا اسم؟ حاجة بعملها تبقى فعل. طيب، وأوله حرف من حروف أنايت اللي هي الألف. تمام، اللي هي ألف أنايت. كان بيحصل دلوقتي بدأ فعل ايه؟ نوعه مضارع. برافو، مضارع، شاطرين. وغير كده السين دي، السين ان احنا قلنا لما الفعل يقبل السين ويبقى معناها انه هيحصل في المستقبل يبقى ده مضارع. طيب يبقى هو كده ده فعل ايه؟ مضارع. سأحاول، سأجرب. طيب فيها مد؟ فيها مد. مد بالايه؟ فيها مد. مد بالايه؟ مد بالالف. برافو، اهي الالف قدامي معاش اي حاجة، والحرف اللي قبليها فوقي فتحة اللي هي الحركة اللي بيحبها المد بالالف، يبقى دوت ايه؟ ده مد بالالف. طيب سأحاول، سأجرب. قلنا كده فيها مد بالالف وينوحها فعل مضارع. طيب الفصل علامة ترقيم والنقطة علامة ترقيم. طيب يا ولاد، علامة الترقيم ايه؟ ها نقطتين فوق بعض، فصلة، علامة استفهام، علامة تعجب، نقطة. نقطتين فوق بعض، علامة استفهام، علامة تعجب، نقطة. برافو عليك، جونيور 2.